اتكلمنا عن حضورك النهارده ومشاركتك في مهرجان الحمد لله. المسلسل النهارده واخد اكتر من جايزه، انا واكرم وطارق ورجاء، بس انا بعتبر كل الجوائز حتى لو هي شخصيه، افضل ممثل، افضل مسلسل، هو للمسلسل كله. جايزتي دي اصلا مش افضل ممثل، دي انا بشوف ان هي تروح لاكرم وتروح لمي عمر وتروح لرجاء وتروح لكريم العدل، مش جايزه ليا انا لوحدي. استفتاء جمهور ده معناه ان الناس اختارت ده، وان الناس شافت ان احنا تعبنا وربنا وفقنا قبل كل ده. المهم اللي جاي يكون احسن من ده. الفتره اللي جايه فيلم سينما ان شاء الله. احمد علي ممكن لسه اسمه اكرم حسني مره ثانيه. اكرم حسني يا رب اشتغل معاه كل حاجه، بس اكرم عنده بطوله السنه دي لوحده، ربنا يكرم ويبقى احلى من رحمه. مين المشاركين معاك؟ لسه والله ما فيش اي حد في الكاست مضى.